سانجاي وشروتي تخانقوا مع بعض، طبعاً مشان قصة فصلة لشروتي من الشغل. بنتي آمي، اكتبي منيح بامتحان، وإذا بتريدي لا تفكري بالأكل طول ما لك عم تكتبي. بتمنى لك التوفيق. بخاطرك ستي، مع السلامة. خدي آمي، لكن ما في داعي تخافي أبدا، لأنه أنتي مو غبية. مشكلتك أنه أنتي بتخافي كتير، مشان هيك بتغلطي وبتنسي. ركزي منيح ماشي؟ وتذكري شو كان يقول أبوكي. شو قال؟ لما ما منخاف مستحيل نغلط. وانتي إذا بطلتي تخافي ما بقى رح تغلطي أبداً. صدقيني رح تتذكري كل شي، وبدك تكتبي منيح كمان. وأصلاً منعرف انتي قديش تعبتي وحضرتي مشان هالامتحان. كل شي رح يكون تمام ماشي؟ موفقة بنتي، يلا رح جيب لك الغداء والبسكوت. صباح الخير أمسة. صباح النور يا طلاب، يلا عدوا، بدنا نشوف كيف رح تقدموا بامتحان الرياضيات. انتهى الوقت، اعطوني الورق. آمي بس شوي. يلا هاتي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.